بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمال موضوعنا فيما يخص فيزياء أشباه الموصلات، أتناول في هذا التسجيل ما تعرف بفكرة الأوبتيكال ليثوغرافي أو ما يعرف في الطباعة الضوئية التي تعتمد على الضوء. من شاء منكم أتعرف عليها أكثر فليعد إلى التسجيلات الموجودة عندي حول الدارات المتكاملة، سيجد شرح وافي عن الفكرة. أنا هنا سأتناول تطبيقا مباشرا لها. Optical lithography هي عبارة عن نقل الأنماط، عبارة عن نقل نمط، ينقل النمط من هنا إلى الدارة أو إلى الرقاقة التي غالبا تكون في السيليكون. ومهمتها الرئيسية هي نقل الأنماط بصورة صغيرة بحيث أنها تكون صغيرة مقارنة مع غيرها. طيب، لو أردنا هنا أن نقول، يعني لو أردنا هنا أن نقول هذه طباعة حجرية، طبعا أنا هنا سأحاول أن أعلمك عزيزي الطالب كيف يمكن أن نتعلم ذلك من قليلا. أنا أفضل دائما التعريف استخدام بلاتينايكا أو موسوعة المعارف البريطانية. بعضهم يقول لي Optical lithography is relatively mature field because of the high degree of refinement in microelectronic chip manufacturing. يعني هو عندي يقول لي أنه mature field يعني مجال ناضج جاهز because of the high degree of refinement in the microelectronic chips manufacturing. لأنه يستطيع أن يصبغ إلي أو أن يصغر الأحجام إلى بصورة كبيرة جدا في حقل تصميم الدارات الإلكترونية. With current short wavelength optical lithography techniques reaching dimension just below 100 nanometers. أقل من 100 نانومتر فإننا دخلنا في traditional threshold definition of the nanoscale. إذن هو فكرة أننا ننقل أنماط كبيرة إلى الدارة حتى تعمل بهذه الصورة. لاحظ ننقلها عملية تصغير. لنفرض أنه أنا عندي ما يسمى تقليص لهذا النظام، في تقليص للليثوغرافي معينة. التقليص ب 4x في الدرات لهذا معناته أنه يقلص أربع، ينقلصها إلى الربع. يعني إذا كانت عندي 12 فإنها ستصبح عندي ماذا؟ تصبح عندي 3 على سبيل المثال. جد يقول لي جد دقة صورة النظام الضوئية هنا، طبعا هنا اسمه عندي الأوبتيكال ريزوليوشن. الأوبتيكال ريزوليوشن في حال استخدمنا ديب ألترا فايولت ليزر، قلنا أنه 193 نانومتر اللاندا لهذا الإطار. طيب، وقال لي أن النيميريكال أباتشر الفتحة العادية، من شأنه كان يعرف ماذا أقصد بالفتحة العادية، فليدع عندي على القناة وليكتب عندها. أنا شرحتها كثيرا عندي على القناة. النيميريكال أباتشر مقدارها يساوي 85%. إذن هذا سؤال مباشر، تطبيق عملي مباشر على هذا الموضوع. إذن دقة النظام أو الأوبتيكال ريزوليوشن معادلته 0.61% مضروبا بلاندا على النيميريكال أباتشر أو على الفتحة العددية. يعني جاهز، أنا عندي كل شيء جاهز. سأحاول أن أحل في الأسفل. إذن 61% ضرب 193 نانومتر على 85%. إذن كم سيعطيني الأوبتيكال ريزوليوشن؟ 138.5 نانو متر. إذن ها نحن الآن عرفنا
كم يعني تقلصت، يعني كم كان عندي التقليص في الداخل. يعني عندما أتى الشعاع تقلص، يعني أقول أنه كان بهذه الصورة تقلص، أصبح بهذه الصورة 193 إلى 138، فيستطيع أن ينقش عندي على الدارة الإلكترونية خطوط رقيقة. أسهمت هذه التكنولوجيا التقنية في الليثوغرافي في عملية زيادة دقة أو زيادة دقة الدارات الإلكترونية، تصغير من حجمها، تصغير من الأجهزة، وهي مهمة جدا في هذا الإطار. طيب لنفرض أنه قال لي الآن على هذا السؤال، قال لي جد الحجم الأصلي للجسم الذي ينقل عنه النمط. طيب احنا قلنا انه عندي 4 اكس تصغير 4، يعني مباشرة تقول لي 4 ضرب 138.5 نانومتر، اذا يصبح عندي البعد الأصلي الآن 544 نانومتر. تمام، إذن هذا هو عندي، هنا كان عندي هذه لاندا، هذه ليست باللاندا، هذا النمط الذي ينقل من هذه العملية، ينقل إلى العملية الأصغر في هذا الإطار. فهو من خمس، هنا كان 544 ليصبح عندي 138.5 نانومتر، بمقدار الربع. هذه أيضا من النقاط التي يجب على الطالب أن يعيها ويفهمها. طيب أنا عندي الإيميرشن ليثوغرافي أو عندي الليثوغرافيا الغاطسة، وهي عملية استبدال غالبا الهواء بين رقاقة السيليكون ونظام العدسات هنا بماء. طيب 193 نانومترز كما تعلم immersion lithography has been accepted by IC manufacturers as a manufacturing patterning solution at least down to the 45 nanometers half pitch node. Immersion lithography is a lithography enhancement technique that replaces the usual air gap. إذا هو استبدل الفراغ والهواء الموجود بين العدسة وبين الرقاقة. With a liquid medium with a refractive index greater than 1. هنا كانت refractive index دائما أكبر من 1. The smaller wavelength in the liquid allows the imaging of smaller feature. إذا كلما كان الطول الموجي أقل أصبح عندي ممكن أن أضع أنماط صغيرة جدا. And water is currently used as a liquid. Show sketch diagram of the final lens on the wafer. إذا هذه هي فكرة الأوبتيكال ليثوغرافي، هي عملية التصغير. إذا عندما نضع ماء، دعونا الآن نعود إلى السؤال الذي كنا نحله. دعونا نقول أننا الآن نحن نعمل على ماء. أنا عندي الآن الأوبتيكال ليثوغرافي بهذه الصورة، فعند أضع ماء فمعامل انكسار الماء هو 4 على 3 أو 1 و 33. إذا مباشرة أذهب إلى الفتحة العددية النميركال أباتشر فأضربها ب 1.33. النميركال أباتشر أو الفتحة العددية عندي 85% ضرب 1.33. عندما أجري هذه العملية أقول 1.33 ضرب 85% سيعطيني أنها أصبحت النميركال أباتشر الحديثة أو تساوي 1.13. طيب الآن نذكر الأوبتيكال ريزوليوشن. الآن الأوبتيكال ريزوليوشن قال لي أنه يساوي 61% لاندا على إن إيه. إذن العلاقة بينهما علاقة عكسية،
الـ NA في المقام، الـ OR في البسط، يعني كلما كبرت الـ NA نتوقع أن يكون الـ Optical Resolution أصغر. إذن هذه عملية مهمة جدا في عملية الوصول إلى تكنولوجيا النانو في هذا الإطار. إذا نستطيع الآن أن نقول بأنه مرة أخرى نعيد، نقول 61%، أصبح الموضوع سهل، ضرب 193 نانومتر، الكل على كما وجدناه 1.13. إذن كم سيعطيني الآن؟ سيعطيني أنه تقريبا 104 نانومتر. أهي إذا 104 نانومتر، قبله كانت أعطتني بداية 138 ونص نانومتر. إذا لاحظ كيف أنه يوجد الآن فرق، الفرق تقريبا 34 ونص نانومتر. هذا مهم جدا في عملية تشكيل الدارات الدقيقة. هنا يتضح كيف يمكن لعملية البصريات أن تدخل في عملية إنتاج الدارات الرقيقة وتعطين، أو كيف دخلت، يا دخلت وكانت صاحبة قصب الرهان في عملية تقليص أبعاد الدارات الرقيقة، فبالتالي تقليص أبعاد الأجهزة الإلكترونية من أجهزة هاتف خلوي، حاسوب شخصي، لابتوب، هاتف خلوي، موبايل، تلفاز إلى آخره. أرجو في النهاية أن يكون التسجيل قد أفادكم. لا تبخل إذا من الشير واللايك والاشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.